السلام عليكم أعزائي التلاميذ أولى إعدادي في إدارة اليوم التربية الإسلامية. القرآن الكريم هدى ورحمة للعالمين. يقول الله تعالى في سورة البقرة الآيات من الأولى إلى الرابعة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مضمون النص القرآني: وصف الله تعالى القرآن الكريم أنه هدى للمؤمنين المتقين ووعدهم بالفلاح والفوز. النص القرآن الثاني: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سورة الأعراف الآية 204. مضمونه: بيّن الله تعالى بعض آداب التعامل مع القرآن الكريم. النص القرآن الثالث: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سورة الإسراء الآية 82. مضمونها: أخبر الله تعالى بأن القرآن شفاء ورحمة لمن آمن به وخسارة لمن أعرض عنه. النص القرآن الرابع: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سورة الأنبياء الآية 107. مضمون الآية: أخبر الله تعالى بأن القرآن رسالة بعث بها نبيه رحمة للإنس والجن أجمعين. تعريف القرآن الكريم: هو كتاب الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا بواسطة جبريل عليه السلام، والمبدوء بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس، المتعبد بتلاوته في صلاتنا، والمحفوظ من التحريف. الغاية من نزول القرآن الكريم: غاية نزول القرآن الكريم هو هداية البشرية إلى طريق الحق والعدل، توحيد الله تعالى والإيمان برسله، الدعوة إلى مكارم الأخلاق. آداب التعامل مع القرآن الكريم: الطهارة عند قراءته وحسن الإنصات عند سماعه، الجلوس بأدب واستقبال القبلة إن أمكن، التلاوة الجيدة بسكينة ووقار، التأمل والتدبر في معانيه وأحكامه والعمل به. فضائله: فضائل القرآن الكريم على من يحرض على تلاوته: دعاء الملائكة له بالرحمة والمغفرة، يكتب عند الله من الذاكرين، يبعث يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة، وأخيرا يرتقي في أعلى درجات الجنة. أحرص على تلاوة القرآن الكريم وأتحلى بأخلاقه لأفوز برضا الله تعالى.